في محيط شغلك مثلا، أيوة. ازاي حد يعني انت عسالي بدات بلون جديد، أيوة. بلون مختلف، مزبوط. هو لونك لوحدك، مزبوط. وزي ما كنا بنقول انت اول حاجه عملتها اغنيه مجنونه، كان بالنسبه للناس وقتها مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد باغنيه جديده، كل حاجه مترقعه، مظبوط، تمام. ازاي انت النهارده ممكن مثلا تقول على لون من الاغاني ما هو ده لون مش حلو، او ده لون هيبقى موضه قديمه، او ده لون موضه وهتروح، او على فكرة انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب؟ لا ما قلتش كده على الراب، بالعكس، المهرجانات والراب بجد. اه لا انا ما قلتش ان دي حاجه هتني، لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينه من من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن، كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. فانا ما عنديش، وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا، وردوا انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات، بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه ده بجد، بس انا فعلا عمري ما سمعته، مش تقليلا ليه، بالعكس يعني. ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل المنصات ده بجد، هو رقم واحد على كل المنصات، والجيل الصغير كله بمختلف الطبقات بيسمعوا الناس اللي شبهه وما يعرفوش اغانينا احنا. انا بتكلم على اللون، لو اللون مش حقيقي، لو اللون مبني على الفرقعه، الفرقعه بتبقى زي ما بيقولوا تبقى لحظيه وترند وبيختفي. انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعه؟ ده بالعكس، المهرجانات عامه ده لون جديد ولون مصري اصيل، خلي بالك. ايوه وحاجه ده اللي بقصده، لون مصري اصيل وحاجه بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي قوي، ده اللي بقصده. الفكره ايه؟ ان انت لو فضلت تكرر نفس اللي انت بتقوله كل مره خلاص بنفس الطريقه بنفس يلا الشكل، دور على افكار مختلفه، اعمل على اعمل حاجات جديده عشان تقدر ان انت تحافظ على فنك ده انه يبقى فن. وخلي بالك انا قلت في الراب كمان قلت اللي لازم اللي هيعرف يكمل هو اللي هيكمل، ان هو يفضل يبقى مختلف. والمهرجانات نفس القصه، والفن كله نفس القصه. الحاجه اللي هتفرقع شويه الحاجه اللي هي مش جايه من جواك، فانت ممكن انت تبقى في اول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعه من جواك، وبعد كده ابتديت ان انت تتاثر بالمحيط اللي حواليك، فانت بقيت تعمل حاجات كلها شبه بعض.